السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ من زمان عنكم. اليوم فلوج. بس يا شيخ، بس يا شيخ. نحب نغير عليكم، سوينا سكتشات، سوينا تحديات، واليوم رايحين فلوج لوين؟ ناسا. ايش هو الناسا عبد الله؟ هو محل يبيع فلافل. يلا حنوريكم ايش هنا. دحين احنا وصلنا ناسا. ايش هو ناسا يا عبد الله؟ ناسا عباره عن سبيس سنتر، عن يعطوك عن معلومات عن الفضاء. زي ما انتم شايفين هذا اللي فوق مركبه فضاء، هذه كانت في الفضاء، هذه اللي دوبكم شايفينها كانت فوق بس تقاعدت. قاعدت فريحوها وحطوها هنا. ودوبنا دخلنا، اول شيء لما تخش تلاقي عبد الله. هناك في واحده مجنونه بتعلم الناس. يلا خلينا نشوف ايش تسوي دحين. تكسروا. هلا هلا هلا. هين هين يا بابا، هين هين يا بابا. المحل هي عبارة عن بازار، كل محل جنب بعض كذا اكشاك، فحوريكم هي دحين. وهذا شيء اسمه سولار باور، هذا شيء يحول أشعة الشمس إلى طاقة، يعني زي الكهرباء. وهذا الشيء إيش يا عبد الله؟ هذا ميزك ليكون خريتك. إيش هذا؟ طاح من السماء. تعرف الأمريكان يقولوا falling star. وعبد الله دحين قاعد يكيس له، هو قال هل هذا حقيقي؟ قلنا له إيوة. قلت له حجر من بحر الميت. تعرفوا لما تبي تستأجر شقة أو بيت، هذه بتشرح لكم إيش الصفات، كم حمام فيه في المركب الفضائي. Go ahead and wave goodbye to all your friends and family down there on Earth. Bye guys. Bye. نشوفك على خير. كذا هم يناموا على الجدار. هذه الأشياء كلها كانت في السبيس. شوفوا يا أخي هذا الديود. الديود الآن معلق. الحين قاعدة تشرح للبنت إنه في الفضاء ما بيستخدموا موية، ما في شيء اسمه موية. حذروا كيف لو يبوا ينظفوا نفسهم بالشفط. يقعدوا على شيء يشفط. عشان كذا اللي يروح الفضاء عندهم خلل شوية في السيستم، يقولوا إنه هم يسووا تكرير للبول حقهم بعدين يشربوه عشان ما عندهم موية. ما شاء الله. إيش هذا؟ إيش هذا؟ فاضيين. شو حنركب ده الشيء؟ هذا حيحسسك كيف احساس تركب المركب الفضائي. دحين حسأل ابو الشباب ايش حيسوي ذا الجهاز معنا. سو وات داز ات دو؟ سو ان ذا رايد از سيش مينت فيديو. يا اتس اوكي اتس اوكي. اي سو ات افري ليتل موفمنت ذات ات هاز ان ذا رايد اور ان ذا فيديو ذا ماشين از غانا ميمك ذات مينت. اوسم. هاي فايف. اوكي فهمتي يا عبد الله؟ انا سرحت في شفايفه ما ادري. هو توتر واحنا ما فهمنا شيء. يلا امسك اول مكان يا عبد الله، امسك اول مكان. قال لي اذا خفت مره وتبي توقف اضغط الزر الاحمر. اوكي ايش يوصلنا فوق؟ اكيد انا متنا خلاص. قفل الابواب. اللهم ارفع هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه. والله يونس شلبي اللي ورايا مستمتع. بسم الله. Welcome to PulseWorks, a world class leader in motion simulation. وساعد عبديس بدات تنطر. Is that a wormhole? والله زعل اللي ورايا. ديزني لاند. لا رحمن رحيم، اشهد ان لا اله الا الله. لا عزيز مو حق، مو حق اطفال. ايوه يونس الشلبي لسه قاعد. الحمد لله على السلامة. نقول له رجع فلوسنا. عبد العزيز هذه قيس الحرارة اللي بجسمك. وين طيب؟ لازم نوقف فين؟ وقف قدامه. الاحمر مرة حار، شعري مرة بارد، والله شوف من جوا حار، شوف. ايش هذا؟ عبد الله انا ابيض وانت اسمر. ايش قصدك؟ ايه. ودحين نوريكم ايش جوا السبيس شيب. اعرف كيف يكون محبوبا بين الناس. وهنا يا اخوان هذا المطبخ حقهم. حياكم الله بالمطبخ. شوفوا هذا اللانش والسناك، شوفوا هذا البلوز. يعني هنا البهارات يسوي الكبسه صح؟ بالضبط. وشوفوا هذا غرفه النوم حقهم، كذا بالضبط يناموا زي البوز حق عبد الله. هذا الحمام حقهم، شكله واحد جوا.
يسعى ويحاول نشر السعادة. الآن في قسم كامل لأنجري بيرد سبيس. والآن هم بيشيلوا حديد، عبد العزيز حيسوي نفسه قوي عليهم ويطش. يلا عبد العزيز يلا اوريهم. اوه ريلي نيجا. هذا كوكب ولا راس عبد الله؟ شوف هنا لما نزلوا القمر هذول هم، وهذه السيارة اللي تنقلوا بيها. وعبد العزيز متنح على واحد رجال. وهنا دحين بتحلل الرمل اللي جابوه من القمر. شوف يقولوا لك تش ذا مون، شوف حيوروك دحين قطع من القمر. وخر يا ابله. امزح معك. شوفها مرة حلو قمر. طب مزيت من كثر ايادي الناس. اي والله. هوبا تعالي ذا. والحين احنا فين رايحين؟ ما اعرف والله. اوه جوا صاروخ. كم صاروخ؟ خلاص. ايه شوف كيف الحمام حقهم، احمد ربكم. يخش جوا ويستحمى. وهذا قاعد يلعب. زي ما انتم شايفين هذه رحلات المدرسية، شوف كيف يودوهم يعلموهم اماكن حلوة مو زينا. وين يودونا؟ حديقة حيوانات؟ كلها ميتة. وكلها ميتة من جد. هلو هاو ار يو؟ ما يتكلم ما يتكلم. اه صح. Thumbs up. We come in peace. ما فهم شيء. سلكنا. اوكي. وخلص رحلتنا لناسا، ان شاء الله انبسطتوا واستفدتوا. واكتبوا تحت في الكومنت ايش تبون نزور next. و ناش.